السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبرار تشان. في هذا الفيديو راح يكون رسم دازاي باليد الشمال، تحدي مع قناة زينب ماضي. طبعا راح أحط رابط قناة زينب ماضي، المفروض إنكم عرفتوها خلاص ورحت اشتركتوا بقناتها، هي إنسانة جدا لطيفة ورائعة. غير ذلك رسمها بجنن، وعندها طريقة تلوين، عندها ملان شغلات اللي أنا كمان بتعلم منها. يعني اللي ما بيعرفها يشوف قناتها، وكمان اللي حتى بيعرفها يشوف الفيديو تبعها. تجربتي باليد الشمال ما كانتش سيئة، مع ذلك ما كانتش مفاجئة. يعني كنت أتوقع أني ممكن أضبط بعض القياسات، صح أنه في كثير شغلات اللي هي ممكن كنت أقدر أضبطها أكثر، يعني لو كانت بإيدي اليمين. ولكن لما أنا عملت تيست واختبار ونزلتها على ستوري، ولا حدا لاحظ إنه في شغلة معفوسة زي ما بقولوا، أو إنه إشي يعني غلط. فتفاجأوا لما حكيت يعني في ستوري بعدين إنه هاي رسمتها باليد الشمال. فبعض المتابعين يعني قالوا لي مع التدقيق راح تشوف إنه في بعض الشغلات عن جد يعني فيها فوات معينة. فبالنسبة لي هذا إنجاز، لكن راح تستغربوا، يعني مثلا صرت تقولوا إنه كيف يعني هي أول مرة بترسم باليد الشمال، ولا أنت معودة إيدك من زمان إنك ترسم باليد الشمال؟ صراحة لما أفكر في هذا الموضوع، أنا في مرة كنت حابة أعمل فيديو من هذا النوع، أو بعرفش إذا كان قبل اليوتيوب مش عارفة، أما في مرة من المرات إنه كنت حابة أعمل هذه الفكرة، كنت شايفتها من قنوات معينة في الغالب أجنبية، وبالصدفة يعني كنت يعني أحاول أرسم بعض الرسمات، بس ولا مرة كملت رسمي كاملة أو إني لونتها. فكان هذا بالنسبة لي تحدي، إني يعني أرسم وألون وأحبر كله هذا نفس الوقت. فبهذا الفيديو يعني مشان أسهل على نفسي أكثر، استخدمت ألوان المائية. بحس الألوان المائية يعني التعامل معها بس طبعا أنا قاعدة عندي لبساس وقاعدة بسجل صوت. المهم يعني أنا بشوف إنه الألوان المائية يعني أسهل بتفرد الألوان أكثر. يعني ممكن في اليد الشمال كان قراري جدا حكيم بإني أستخدمهن، لأنه راح أطول أكثر بالتلوين بالخشبي، أو إن كان بالخشبي. يعني أنا بالغالب أستخدم خشبي، فاستخدمت يعني الألوان المائية كأساس وكمان كتظليل، وزدت كذلك يعني طبقات من البريزما، وكان قرار يعني بالنسبة لي حكيم حلو ومنيح. وبالتحبير برضو استخدمت ألوان بريزما، يعني أنا بطلت أحبر بحبر بزيادة إلا إذا كانت الرسمة شوي هيك صغيرة، يعني ما بتقدر تتحكم فيها بالأقلام الخشبية بزيادة. في شغلة كنت بدي أحكيها، أتمنى أني ما نسيت، بس فيها كمان الشغلة إنه الإيد يعني من كثر ما يعني أنت مش متعودة إيدك يعني على إنك ترسم أو إنك ترسمي باليد الشمال، يعني حتى بجوز مسكة القلم بتكون خاطئة نوعا ما، فبتحس بعضلات ايدك تتشنج وبتوجع كثير. فبعرفش اذا رح تلاحظوا بالفيديو اني مرات هيك بنفض ايدي او بعمل لها هيك شوية مساج، يعني هذا اشي طبيعي لانه انت مش متعود بالاساس على انك ترسم باليد الشمال. الشغلة الثانية اللي هسا ذكرتها، بس بعدين تتفعفط حوالي، شو بتعملي؟ شو قولي لهم؟ مياو لو بدك ياش خلاص. طيب روح من عندي يلا. بالنسبة لمدة الرسم والتلوين، صراحة عشان أتذكر يعني الأشياء، إنه بالسكتشنج يعني لما رسمت الأساس بالرصاص، أنا بالعادة صرت يعني صح زمان كنت أرسم بنص ساعة، ولكن يعني
ممكن بعد اني ما تطورت اشي من هالنوع بعرفش، صرت ارسم نوعا ما بربع ساعة 17 دقيقة هيك اشي. فكانت سكتشنج في اليد الشمال تقريبا نص ساعة بس، ابعدي عني. فممكن يعني تقريبا ضعف المدة، لكن بالتلوين ما حسيتش بإني طولت كثير، يعني تقريبا ساعة ساعة ونص يعني كما العادة، ولكن ممكن هذا لأنه استخدمت ألوان مائية فسهل علي كثير. في مقطع من الفيديو يعني هو ما استمر كثير، بدأت إني يعني لما جيت أستخدم الألوان المائية بدأت إني ألون باليد اليمين، وهيك بعقلي طبعا انا المفروض اني بلون باليد الشمال، بس بعقلي بفكر انه شو انه انا عن جد بلون باليد الشمال، وبقول كدش سهل يا الله راح اخلص بسرعه. بعدين صفنت بحالي هيك شوي، وات قاعده ترسم باليد اليمين انت؟ فراح تلاحظوا يعني انا كمان حطيت هيك زي فقاعات فيها حكي يعني تبين لكم وين الموقف. طوالي مسحتهم طبعا بالمحارم المعطرة أو المبللة، واستمرت باليد اليسار. راح تشوفوا مرات إني ممكن بمحى باليد اليمين، بس بحاول قد ما أقدر إنه لا، أو مرات زي مثلا لون الألوان المائية مرات هيك شوي يعني يبكى كثير مية، فبمسح شوي منه بإيدي اليمين، وشوفت إنه هذا إشي يعني عادي أو مشروع لإلي، لأنه أنا لو إني بس أنا لو إني برسم باليد اليمين رح أو بلون رح أستخدم إيدي الشمال ببعض الشغلات، بس حاولت قد ما أقدر إني ما أستخدم إيدي اليمين يعني. بس يعني هذا هو اللي بدي أحكيه بالنسبة للرسم باليد الشمال. خلينا حاليا نجاوب على بعض الأسئلة اللي أجتني على آخر فيديو. HHC بتقول أبرر سؤال، هل فكرتي برسم بعيد عن رسم الأنمي؟ اللي بيعرفني من زمان بيعرف أنه أنا مبتعدة عن رسم البورتري أو اللي هو رسم الوجوه الحقيقية أو الإنسان لأسباب معينة. بس يعني مرات برسم بطابع شكل الإنسان، بس بحب أني دايما أضيف لمسة الأنمي فيه. أنا بحب رسم الأنمي، أنا أعشق رسم الأنمي يعني خلص، أنا بحس أنه هذا هو الطابع اللي أنا بستمتع فيه. يعني هذا لا يعني أنه أنا برسمش أنواع ثانية، برسم طبيعة، برسم إيش كمان يعني حيوانات ممكن مرات، بس مش بزيادة بستمتع بهذا الرسم، فاهمين؟ لهذا السبب تشوف انه كثير كثير برسم انمي، لانه انا بحب هذا المجال. وكثير ناس بتقول لي يعني ليش ما ترسمي طبيعة كثير، يعني ما حتى امي اهلي، لانه هذا الاشي اللي هم بحبوه. طب وانا مشاعري وين؟ انا شو الاشي اللي انا بحبه؟ انا الاشي اللي انا بحبه بسوي. يعني لما تنغصب على شغلة بتبطل تحبها، فانا بديش اني اخسر محبتي للرسم بسبب انه حدا ضغط علي اني ارسم شغلات ثانية. هذا هو يعني توجهي. سؤالها الثاني، ممكن عرض رسماتك التي لم تعرضيها من قبل؟ أنا يعني عاملة فيديوهين اثنين عارضة فيهن رسومات القديمة. هذا لا يعني أنه خلصن رسومات القديمة، في عندي رسومات وأنا بالابتدائية اللي عن جد حاب أني أنا حتى حاليا أشوفها. أتمنى أني ألقى كم من دفتر من زمان، لأنه أمي بتحب تحرك الدفاتر تبعتنا للأسف أو تزتن بعرف شو بتعمل فيهن. أتمنى أنه ما زلت محتفظة فيهن، يعني أنا بحب أحتفظ بهيك ذكريات. فراح تشوفوا شناعة هاي الرسومات كيف كنت أرسم في المدرسة. صراحة في مرة عملت هذا فيديو ولكن لم يظهر إلى النور، محيته بسبب هو صراحة يعني كنت أكتر أشتغل عليه وأنزله، بس كان وقتها كثير منزل فيديوهات على الحاسوب وانتلت الذاكرة، فاضطرت إني أمحى بعض الفيديوهات اللي هني يعني قديم شوي، يعني لأنه مرات لحديت هسه بعده عندي في فيديوهات اللي من زمان زمان بس
اللي من زمان 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 مشتغل عليهن، أو مش مشتغل عليهن عفوا، مصورتهن بس حاطتهن في الحاسوب هيك زينة للأسف، المفروض إني أنزلهن. أتمنى إنه يجيهن يوم يعني وما أمحاهنش، لأنه تعرف الواحد بيتعب شوي على التصوير، شوي مش كثير. السؤال من كانجو نايت كور بتقول كيف تعلمت الرسم؟ أنا جاوبت عليها، حكيت لها من اليوتيوب، بس صراحة هو الإشي متفرع يعني مش بس يوتيوب أكيد، ولكن المحور الأساسي كان اليوتيوب، والأكثر يعني والإشي اللي يعني الجزء الأكبر من تطوري هو إني أنا بمارس الرسم، هو إني أنا برسم يعني حالياً في هاي السنوات الأخيرة، خلينا نقول مش كثير بشوف فيديوهات رسم صراحةً، ومش كثير يعني مشتركة مع قنوات يعني، يعني تقريباً بحس إنه شخصيتي شوي بتصير تتغير، حتى إنه يعني مثلاً زمان كنت أحب أتابع رسم، بعدين صرت أحب أتابع مثلاً ألعاب مع إني بحبش الألعاب، بس إنه مرات أسلوب إنسان معين بخليك تحب الإشي اللي هو بيسويه، ف يعني فبصير أحضره أكثر مرات يعني حتى حالياً بحب إني أشوف قنوات النقد تبعت اليوتيوب، كثير بتعلم منها صراحةً. صح مرات في شغلات اللي أنتي تبكاش يعني متلائمي معاك، بس أنا بحب يعني أشوف في منصة اليوتيوب أشخاص اللي هم يوعوا الأطفال، يوعوا الناس اللي بتشوف أي إشي في محتوى اليوتيوب يعني، وبتفكروا إنه هو إشي يعني ممتاز. وبعرفش هاي هي شخصيتي حاليا، أنا بحبش إن أعرض على اليوتيوب بهاي الشكل، لأنه أنا يعني مجالي في اليوتيوب أو في القناة هو رسم مش أي إشي ثاني، فأنا بحبش أتطرق لهاي الشغلات. ومش عارفة كيف تفرعت لهذا الإشي. المهم إن أنا كيف تعلمت الرسم، أنا بالأساس يوتيوب، ولكن أكثر الشيء يعني اللي أنا بعتمد عليه هو إني أشوف رسومات، أنقل عنها، أتطور من نفسي يعني. خلاص إنه أنا تعلمت الأساسيات خلاص، هو صح بعد مش كل إشي، بس قصدي يعني إنه أنا معي سلاح من اليوتيوب إني أقدر استخدمه بحياتي الواقعية حتى بدون ما أشوف فيديوهات ثانية. فلما أنت تطلع على رسمة معينة أنت بتنقلها مثلا بحذافيرها، ممكن تشوف كديش أنه أسلوب الرسام هذا شو حط بالرسمة تبعته، وأنت بتحاول تقلد هاي التقنية اللي هو عملها في الفيديو تبعه، ولهذا أنت بتصير تتطور من نفسك وأنت حتى مش داري. فزي ما بقول أنه الأساس هو يوتيوب، وأكيد شغلات يعني خارجية، وأهمها الممارسة. أهم إشي الممارسة، بكفيش أنت تحضر ليل نهار فيديوهات أبرار وفيديوهات بعرفش مين وتشوف رسومات وكذا وبس. صح التغذية البصرية جدا رائعة، وبس لازم تطبقها يعني، بالعكس بتفيد، جدا بتفيد، بس لازم تطبقها. بربروس خير الدين، بالنسبة ل التعليق على الرواية اللي نشرتها، صح أنا ما حكيت لكم مش شو صار معي بالأبحاث. الحمد لله خلصتين، امبارح كان آخر تسليم بحث، وصراحة أتمنى أنه يعني أخذ علامي عليه، لأنه مش شايف أني أنا بذلت كثير جهد. أتمنى يعني، فأنا نشرت الغلاف هذاك لأنه كان موضوع بحثي عن هذا الإشي. شكراً لكل تعليقاتكم، كان يعني هاي لفتي جداً حلوة، ومشاركتكم إياه يعني بهاي الشغلات حمستني إني يعني أشتغل على بحثي أكثر. في منكم يعني جواب وهاي الشغلات محتملة، يعني عنوان الدراسة اللي أنا كنت اللي أنا بحثت فيها أو اللي أنا درستها، علاقة لوحة الغلاف والرسومات التعبيرية في رواية فيتا بمضمونها، رواية واقعية اجتماعية نفسية. فلوحة الغلاف هي الرسم المرسومة في الغلاف تبع الرواية، وأنا لازم أربط هاي اللوحة بشخصية الرواية أو بالمضمون تبع الرواية. وبس مشان يعني أحكي بشكل خفيف عنها، لأنه خير الدين بربروس يعني بيحكي لي إنه
حمستينا لقراءة هذه الرواية، وإنه فضولي بده يعرف هي عنها. ف يعني هي رواية جدا حلوة. الكاتبة هي مش يعني كاتبة يعني تعلمت اللغة العربية يعني أوكي، بس إنه هي عالمة اجتماعية على ما أعتقد. فرح تلاحظوا إذا أنتوا يعني شاطرين باللغة العربية رح تلاحظوا بعض أخطاء الإملائية اللي شوي أنا بالنسبة لي مزعجة. يعني المفروض إنه تنشر رواية أو أي إشي أو كتاب لازم يكون مدقق لغويا، ولكن يعني متضح إنه ما هو مدقق بشكل جيد للأسف. أنا مش جاي برضو أنتقد الرواية، بس يعني بحكي بشكل عام. القصة هي قصة رسامة أو شخصية اللي هي عايشة بالفعل بالواقع، اللي هي صديقة الكاتبة. هي عايشة في أوكرانيا، وهي بالأساس يهودية أو أصولها يهودية. بتتزوج من رجل عربي مسلم، وبتنجب منه بنت، وبتكون حامل بتوأم، ولكن تسقطهم يعني بسبب يعني هم بيموتوا يعني برحمها. فبتركز الرواية على كديش فيتا اللي هي الشخصية الرسامة كديش هي عايشة حياة بؤس وفقر، كيف كانت زمان وكيف تغيرت شخصيتها. يعني كان الاشي كثير نفسي، يعني انه في البداية وكيف امها كيف ابوها انه كان سكير كانت تخاف عليه لانه بيرجعوا كلاته مغطى دم لانه بتكاتل مع المشردين اللي برا او مع اي حدا برا. كيف علاقتها مع اختها، علاقة غيرة هي صغيرة، وكيف انها لما اجت على العالم كانت مرفوضة نوعا ما، ولكن بعد ذلك تدللت. كثير شغلات بتعلمنا الرواية منها، وأنا شخصيا استمتعت وأنا أقرأ فيها، بس شوي هيك بتوجع نوعا ما. فيعني الرواية بتركز أكثر إشي كون يعني كيف تطورت حياة هاي الرسامة أو هاي البنت فيتا، واللي هي رسمت أيضا لوحة الغلاف اللي انتو شايفينها. فأنا كان علي مؤتمر في الكلية بهذا الموضوع قبل أشهر، يعني ب 20/4. مش عارفة إذا أنا حكيت على اليوتيوب، يمكن حكيت على اليوتيوب ناسية، ممكن لأ، ممكن في هذيك الفترة بالمرة ما كنتش أنزل. أتذكر يعني والله أعلم كنت كثير مبلوشة بالمؤتمر، يعني لأنه ما كانش لطالب مثلي، ما كانش لطلاب، كان لبروفيسوري ودكاترة. فكانت هاي فرصة يعني بالنسبة لإلي واو إنه غريبة ولازم أثبت نفسي. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله عدت على خير، وكثير انبسطوا مني يعني. فأنا رسمت وقتها اللوحة أو رسمة الغلاف، يعني رسمتها على لوحة وبينتها برضو في ستوري يعني اللي شفتوه. أنا بحبش رسم الإنسان، ولكن رسمتها لغرض اللي هي يعني استشف منها كيف مشاعر الرسامة وهي ترسم، يعني كيف لما رسمتها، لأنه هاي الشخصية المرسومة زي وكأنها بتعاني من يأس، إحباط، كثير شغلات طبعا أنا فصلتها في البحث تبعي. والرسم رسمت يعني لما أنا رسمتها لرسمة الغلاف كثير شعرت في شغلات اللي خلاني أفهم الغلاف أكثر، و كتبت اللي شعرته يعني، وربطتها بالمضمون بالشخصيات اللي موجودة في القصة أو في الرواية. وحتى هي الرواية اللي بفهم بالأدب ولما يقراها يعني راح يقول يعني هل هي سيرة غيرية ولا إنها رواية عن جد. يعني سيرة غيرية يعني واحد بسمع عنك قصتك بيروح بكتب سيرتك بدل ما أنت تكتبها، فبسموها سيرة غيرية، يعني بكش إلها أي ارتباط بالرواية. صراحة هذا كان المفروض يكون موضوع بحثي، بس أنا غيرته كليا. أصلا غيرت البحث 3 مرات. لما شفت علاقة البحث بالرسم حبيته أكثر، يعني أكيد رح أحبه. وهذا المجال يعني الحمد لله أنه الأستاذ فتح لي المجال أنه يكون مثل هيك موضوع يعني معاي، لأنه أكيد رح أبدع في هذا المجال، لأنه إشي يختص بالرسم وأنا بحب الرسم. عن جد الحمد لله يعني إنه كان البحث
متعلق بموهبة أو هواية أنا عندي إياها. وبس حكيت كثير. أتمنى أنكم استفدتم من المقطع ولو القليل، أتمنى أني ما أثقلت عليكم أو ضايقتكم بإشي أو أي شيء. وبس أشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله، ومع السلامة.